مدو قوتب آياتي أم هاتبون ويخشون ربهم أم هاتبون ويدر يعني نيبي نيبي الصعيفة هنك درج بو آيات ما لنيبي يشتمو أما شو هذا دوام كه يعني بعسى أوصاف المؤمن أفضل كه مؤمن كينا إذا إذا زود دلنا عمل وايد تنايا زود عم قدرين نكذي تمام بريج ملا بابجي خلافه ملا إيفان دجرا بابي يعز بابجي از تلفن امنا مسلمه از من عمل از آب اکران قول تا پارید کنم آبا بله و یخشون ربهم ای یخشون وعیده کله ها ده ترسن ج ربه خو یعنی قی ج خدا بخدا بخدا ترسن نا ج تهدید ربه خو ج عذاب ربه خو ترسن آدمی در مضافه که مقدره وعیده آج بیترسن یعنی که به امریا خالق عالم جوان چه ببه و رب عالم جزا بدوان آج بیاف ترسن امری بر کلهو گوتیه جبوی که اوی جان کده و یا خافون سوال حسابی جبونا که چوا ببه جبونا که ذکر خاصه پشتی عامه چه ببه آلو ماد بجه جب تمام تحلیل رب خود ترسن آجا ازلیک لجی من يبي كل لهوية جوا يخافون خصوصا خصوصي ولا نقش عائلية نترسن سؤال حسابي جتش ج حسابي نباش يعني رجع قيامته ورب عالمي حسابك نباش بوان رب بددي تني جوي حسابي نترسن عندي أوراد من شواتكن جيد ترسن إجا أكو جيب ترسن شواتكن يعني بري خدي جوان حساب ببرسة أو حساب جنب ساقط برسة منه فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا أو نفسه قد كشين الحسابي بل يكون نفسه وان حساب بدأ خدا حساب جنب سلام خاص صبروا إجا صبروا نقول يا مثلا صبروا في الطاعة يا صبروا في ترك المعاصي يا صبروا في النوازل الزماني نعم مطلقوت يا أب صبروا مطلقوت فيما يصبروا عليه فيما في أي شيء يصبر عليه جهرهان يبتشتك كل ما لسل الصبر ذكاء اليوم مطلقة آمين المصائب جمصيبة المصيبة جي في النفوس مصيبة دبت حقين نفسه ولا السليم ملك يعني مثلا إنسان وفاتك إنه ياقني وانو أقرب وانو فلان أبا مصيبة نفسية والأموال مال مربرة تلفي ومشاق التكليف يا تكليف كان زعمت ولا سليمر تكليفك مشاق يعني مثلا تكليفك زور المنوره كان ومفسه الصبر بك ابي اجي شيء ابي اجي صبر ايجا وصف المؤمن ما قلتش ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروجي اف صبروا طب يزلك لا ابتغاء وجه ربهم اما انا صادق الصبر بك جبوي شيء جبوي طلبا راضبون ربي قد كن طلبا نفس ربي قد وجه بمعنى نفسه يعني ابتغاء نفس ربهم ابتغاء ذات ربهم يعني فانا طلبا خدا دكن يعني طلبا راضبون خدا دكن يعني في الصبر هاني نجبو التخاية وهدفك نجبو النابو وشهرة الدنيا صادا جبونا خدا في الصبر دكن لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل نجبنا ورقة نياو تشقى صبرا بيا برا ويقو تشقى أبيا كارا بلاو مصيبة تحمل بك وأوقره عند الزلازل ووقت الزلزلة وقت لرزة وقت كو آفات بلا شيء من تشقى إنسانك وقارا كارا وصاقو بقرا ولا لئلا يعاب بالجزع نجي جبويك ورع عيب كرن بقيل قيل كرن يعني كو قيل قيل يبكى ويخلي ويعيب دار بكى ها جي ترسع عيب خلقي قيل قيل نوك الصبر بكى أنا أبي مؤمنة نجي إيش ده أكي إذن أوربي هذا بس آه بكي جابش خرابينا
Evet, deniz zatları kamın iflas ki. Benim. Ezat. Erin. Mekun necbuy kuçi, necbuy kuh khalq jira ve aydar bike ve veya çıka insana ki ve arvaruye çıka insana ki mesela karabalık etke ve aydar bike ve tırsa ayba khalqiyji sabırdıken necbuy sayıcı ve li ala yeşmete bihil adav necbuy kuh neyarji neyarji keyfe oğan sarı veren teşmita a'da yani keyfe neyarar sarı veren jarna Mənim məntiq olsa məsələn mənim çünki mənim səbrə nə keçi, ləyin sərin gitişdə, qarşı nə yarı yox məsələn insan kef avan səmər verə, mənim çovat ki, mənim səbrə nişan edəc buna kef avan səmər nə? A icə em mənə nə bu nə biyəş. Sadəcə van van çıxdı kimi ko, van bahanə hanı sağji nə bu nə avan səbrə avan, səbrə avan sadəcə bu xuda. İcə deyib deyib ko, یعنی مرف صبر بکش جبونا و نیاری مرف که پا ورسا مرف نه شیو سا هیه دوی بلی که قولی هی وگا گوتنا شاعری کد بچه و تجلدی لی شامتین اری همو ملی و تجلدی یعنی وصا او کرنا من تجلد آمن یعنی وصا سرد بونا آمن لبي صبر اري صبر من و يعني وصا ديرن جامن للشامتين جبونا ابيكو كيف اوان لسر من وراء اريهمو از نشاني وان يعني از نشاني ابيكو كيف اوان لسر من وراء اتش نشاني وان ددن اتجلد اخو نشاني وان ددن الصبر و سبات اخو كو از انسانكي او کم از نشانم اما دمك شعرت برده گوتیه چه؟ شعرت برده گوتیه که یعنی جبوی انسان کیف آوان لمر وره مرب کاره صبره نشان بده لقارش او مثل دوام اوید اینی لرای بدهری لا ات دغ دغو دغ دغ جی والله اعلم بمعنى یعنی قیر قیر کرنه قربالخه فرتونه ها جبونه رای بالزمان یعنی بلا و مصیبت زمان که تین سری مرم جی از نیلیم انسانه کی که جبونا وان بلا و مصیبت زمان از انسانه کی که قیره قیره و فرتونه راخم از انسان کی بسا سیدم را شاکر لبیزم از اون اب شهرانه هنک او که اشکلامه کریه تاریخ خواهمده گرم تیم خوش زیگرتی مثال دارم با ما عبایی تنی کن دبه لی ابی زعیب خویلی ببنو خالد المخزومی یاسی بنیه روی ان معاویه مرده مریده فعاد و الحسن بن علی رضی مریده فعاد و الحسن بن علی رضی الله عنه فقال کحلونی و البسونی عمامتی وأظهر القوة وأنشد له البيت الثاني. نعم وأظهر له القوة بدقة بدقة وأظهر له القوة أبت وأنشد له البيت الثاني بيت دودو قال لك ها يعني بيت دودو أبو فأجابه الحسن رضي الله عنه سبحان الله يعني ديمك أب بيت أبو زعيب لسلوي قوتين ها ادبا يعني مثلا معاويه تخمين كيريا وحسن حسن هرسه ما بين يكون خشة او كيف اوي ولا يوصل تخمين كيريا قوتي برات شيء ما كيف اوي من ناي تعالي من كل بكم جابه الحسن اذا دنگه تتشاز ولا لانه ظانب چما دنگه متشنه دنگه تتشو يوم تيانز حلو وات تشيبو يعني وات تشيبو شنو تمام مثلا دبي فقال الحسن رضي الله عنه فأجابه الحسن رضي الله عنه بغضة بالأول وشبه المنية بالسبع على طريق المكنية وإنشاب الأصفار تخيل وإنشاب الأصفار تخيل ومني له قدر له يعني والمنية الموت لأنه مقدر
والانشاب الغرز و اوا اما او دو عمل اتنا الف تنه بلا لو ما زي قوش مو قديم تنه اذا صونا يتخزي ما لو لافتوبكم عباري قديم اي اظهر لهم به اني لا اتضعضع واتخشع واضعف لاجل ريب الدهر اي حثانه الطارئ من حيث لا اشعر يعني شاركوا ما خذ معنا يا فازون اي اظهر أزر لهم يعني لا تتعدع وتخشى وتقبل يعني أز بلا مصيبة الزمان كون سري من القاشوان وصار صار مش نابم أز قيل قيل ناكم أز القاش إنسان يكون كيف وان سر من وراء أز ميراني جسارة أخو وصبر وصبات أخو ده مش شامل بل دنجة تسد شو يانس بل عنو دنجة تسد جني يا بنا دنجة شو هاي تمام زيد دنگته تمام اود به اه اي منا عرفان دي قطا باخوك ولا لانه لا طائله تحت الهلاعي مني يعني مثلا ما انسان مؤمن صبر دك نجبر قدزانه دي بني هلاعنا هلاع هنك يجي جي اوكي جي جزعي او ترى يعني صار متر تلاش و ترس و قرقية إيجا كو او دزانه كو ده بني ويدا فايدة كي تنه ديه اندي صبر دكه يعني كو بترسه يزانه فايدة كي ته تنه فايدة ده ترسه و ده قرقية و پانيك يداش بر كو ده تنه فايدة ته تنه لو مرادا صبر دكه انسان مهمن نجبونه ويش يعني كو فايدة كي ته تنه ديه صبر دكه ديسا نبلا ويش ولا مرد فيه للفائده او بني ولا طائله تحته بني ده فائده كده ولا مرد فيه للفائده او فائده كي جمر برا غيري ناينه لسر بياجي انسان مؤمن صبراوي نجل تشتي صبره ايجا بنزل بيا يعني كو ترس فائده ناينه او هلعو او تدرجينو او نصبر كرن فائده ناينه تشتك او بنزلي ويهد بقول الشاعر ما ان جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاء زندا ما ان جزعت دبي من جزع وهلع هر دو جي معنى بانيكو قرقيو و ترسى صبرين اما يك جي يكي زيدة تره يعني دبي الهلع افشح الجزعي يعني هلع جزع ده بتر بصبرتي ها هلع ده يعني بتر كوكب اوكي ما ان جزعت ازنينك از بصبرتي بكم ولا هلعت يعني اجا هلع جك يعني قد يعني صبرك اجا بر بصبرتي ها ازنين مصا ولا يرد بكاء زندا كسينلك لا ولا يرد بكاء ولا يرد بكاء بكاية زندا دبي جرينا من نافتلين تتشتكي يعني هيش بير فايدة جري يترمز يعني ها اوغا قوصة بجا يعني دبي جرينا من تتشتكي جري نافتلين اوغا قوصة ازنينم انسان ايكو اتشبكم از به صبریتی بکن و از رابم پانیک بکن و از رابم بکنم تلاشی از انسان که او سانی بله و کل عمل له وجوه یعمل علیها فعلى المؤمن ان ينوي منها ما به کان حسنا عند الله تعالی ها و کل عمل هر عملك له وجوه جرا چن يُنهن شن وجهن يعمل عليا لسر وان وجها دبك او عمل وركرني مثلا وقت الصبر ها صبر عملك وصه كو يوني بي برنت ادي انا ما جو دبك مثلا ابي فايده تتن دبك خلف سرينا كان دبك مثلا ما جو جترسا يعني كيف خلق سرينا وسائلا وسائلا يوني بي برن اكو وقت عملك مصابه او انسان مؤمن شووي عملي بك فعلى المؤمن يعني فيجب على المؤمن ان ينوي منها ان يقصد يعني منها
قصبك اجوي عملي ما به كان حسن عند الله جبان وجهها يعني ينوي منها يعني من هذا الوجوه قصبك جوان وجهها ما وجه كبيه كان حسن عند الله يعني كان حسنا به عند الله تعالى ابو وجهي بك لباخذ قنجه اجروسك يعني ازبي صبري بكم از بکیجان شکلی بکم لبا خودی ده افضاله آگره دوستم آده تمام عمل اسلامی جی وقتی که مثلا عملکیه که وجیبی پرن ایجا وجهی که لبا خودی مقبول کیجانه لازم عمل بوی نیتی لسر وی وجهی وی عملی که و ایلا اگر نو صبه لم یستحق بی سوابا او چاقی مستحق سوابا وكان فعلا كلا فعلين اود بكر اود بعملك وكك تعمل لك شكي نبنيت اخذت كريه اخلاص ليتنا اخلاص تبع عملت تنا شبي خدينا كريه حتى ابي اجبر بجن مثلا انسانك كبي باوري عملك خيرك الكتريك شكليه تمام اما خدي باورنا اوك ابي الدنيا ويا لي عملك جرى مكافات تنا مكافاته ويهب هبل الدنيا بيالي هي مكافاته ويجي اول نابي وي شهرته وي شير بالبي دنياي خل بعصا ويدك خل بصني ويدك او جبونا بي دنياي تشكرية با اماجا بي دنياي تشكرية هايا وي كو جخدا هبا جبونا خدا تشكر با نيتكي وي وسطنا يه لو ما عملي ويجي مكافاته وي الدنيا ويالي تنايا بلا مما رزقناهم او تشتكوا ما قلتش بل ايات او بو بقيت كابخو ان ايات دغوتش دغو ايفر والذين صبروا ابتغاء وجه ربي واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم من اول كنت نفقين جويت تشتك خدا رزق ولا ضر اليا ليه نفقين يعني من الحلال جحلال مال خود بنفقين شما أبيا مما رزقناهم بيانا مني كرب من الحلالي مما رزقناهم يعني من الذي رزقناهم أو تشتكوا ما رزق بهو يعني دبردا حلال آني جبيكوا بس سلم سبيقوا شو كي معتزلين دبيجن الرزق إيكو خدا دائي حلال رزقي حرام نرزق او خدا على قوي ورزقي حرام بهبرتنا او في قبولنا لو ما هو رزقي حلال من الحلال شما لان الحرام لا يكون رزقا حرام ناب رزق ولا يسند الى الله ناي نسبة ناي سبارتن بالخدا ناي قوتن خدا في رزقي حرام باي او صار طيب نقول اهل السنة نو صار نقول اهل السنة حلال حلال شه رزقه وكي حرام كوبتا نظام دبيتش او سليم على خالد دبيجه هر دو جي رزقا ش طرف خده ده عين بساط ليبيرا سرا وعلانية سرا وعلانية يعني اف رزقه كما دايوان صار دكن هم بدزي هم باشكرا ابيه يتناولو النوافلة يعني هم دخولا سنة اجد كرا شما لأنها في السر أفضل مالب نوافلها بدزي بك أدها أفضل والفرائدة إجا فرزي دخولة دقرة أو إجا لوجوب المجاهرة بها إجا واجبة مالب فرزة آشكار بك شما جي نفيا لتهمتي جبك التهمة سلم الرابع إنسانك مثلا لما إجا فرزي دائم بدزي بك لما لا أخذها بك أو يخلبي ولا بيا طارق الصلاة لما أبي فرزة مرتب هفرادك آشكاردك جهرا علانية خد بر فرائزة وصر رنجي خد بر نوافلة قصة تقسيم وان كده سنجي يعني آشق دزي يعني ديسا تنكرن يعني تدير روايات كده في إمام الشافعي يعني مثلا بين صدي انفاق دكر صدي آشق دكر صدي جزدي دكر يعني جبو بمنزل آياته سرًا وعلانية طب يعني مثلا أفسرًا وعلانية
Yani ya da ya ber sünnetu farza. Yani mesela sadaka farz, sadaka sünnet ve nevafil mesela. Ha e farz ve zekatı. O aşkerayı. Ama mesela da diye nebe ta sadaka ki da bira da sıras da bira e çepepe nehse. Yani kudunabeyin ata ve khuda da be jibu kuşu ikhlas ederine. Gene de insana bebe amacı gotine tabi yani jiko innemel amalu bin niyatiye. Yani niyet şu illa mühimi. Yani kalkın niyete kutu be jibuna khuda dedi. Niyet be khuda be. Tu aşkara jibi tu bizi jibidi. İlla khuda'yı da. Dedik teşvik meselesi cihazın da neyse tamam. Mene. Ve yedra'une bil haseneti es seyyiyete. Evana tabi avsafi mü'minane. Mü'min yani def'a nebaşiye bakancıya fke. Yani yek nebaşiye bu anbike. Ev radben ve def'a dike bakancıya. Ve yedfa'une ha bine. Yedra'une bi'mana yedfa'une dike. Ani ibn Abbasin. Gotiye yedfa'une bil haseni. من الكلام ما يرد عليه من سيء غيره يعني جنباشي غيروان كتشتكي ورا لقيوان ورا كرن او فيا دفعوي بكلامك قنج بخشي ضد الدفع كرن واذا خاطب المجاهرون قالوا سلاما مثلا وعن الحسن اذا حرموا اعطوا واذا ظلموا عفوا واذا قطعوا وصلوا حسن بصري قطيه قوتيه ويدرؤون بالحسن سيئة معنى أو معنى كذي قوتيه وقتي هنك وان محروم بكن هنك وان محروم بكن أو شواتكن أو ددن ووقت الظلم لورا وان ورا كرين عفوتك الإنسان وقتي هنك يعني علاقي إذا كلام ماشي ظلمي رانا به والله أبي أشتكي برز عمتة من عالم زاني شو يعني يكل مر الظلمة بك ومر ويعفو بك فرز عمل سيدا لمن سيدا لمن ورد بزل حدث كده بس سلاس من مكارم الأخلاقي دينك من أمسى سلاس من مكارم الأخلاق تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك حدث كده وهي ده نظام دي فر خشة نا خشة از تشكيل الرجمة از دريم يعني عفو عفو تشتكي جيران خذي العفو وصى انا از تشتكي تدري ما مثلا يعني انسان كي ولا تظلمي بك وبره ويعفوك ولا يعني وك عز الدين هركس نكاره هركس نكاره بتشتكي ها باركي جيران اجبر مش واذا قطعوا وصلوا وقتك الريال سروان بقره يعني باقي أقرباطية ببرنجي أو وي باقي قطعناك أو ددن دوام كرين وعن الكيساني إذا أذنبوا تابوا قلت معنا وجه أول يعني يدرون بالحسن السيئة معنا وجه أول إذا أذنبوا تابوا وقت قنك جوان فيدربوا هما توبتك وقيل إذا رأوا منكرا أمروا بتغييري وقت منكرك بأمريكا وخذي ببينا أمر دكين دبين ويتشتي بقهيرا دقشكين يعني رانبتش نايج من كرب عقبة دار أب عقبة دار تشيا يعني عاقبة الدنيا أب دار دمك الدنيا عقباوي يعني تشي عاقبتاوي أي عاقبة الدنيا تشيا عاقبة الدنيا هي الجنة جنة يا جنة يعني أو كسك أو أوادك جوانا تشيا يا ما قلتش كادقك أولئك لهم عقبة دار ولا آوانه هانه نکو لهم عقب دار جوان را عاقبتا دنیای هی عاقبتا دنیا نکو جنت جوان رای هی و هی الجنت چما یعنی عقب دار جنته لانها التي اراد الله ان تكون عاقبت دنیا ومرجع اهلی چونکه اول جنت خدا اراده کیه عاقبتا دنیای سونجا دنیای پاشیا دنیای کو ایمر به فتره بال و ایمر هر چی سونچ آماج یعنی باراجامز نقطه سون دوره حیدر پاشا قهر کو جنت اجبونه بیا یعنی اجبونه چات نه دنیا اجبونه طاعت و عبادت بکن اجبونه ام خدای خوش خو راضی بکن اجبونه رب عالم اجی ل دنیا و یالی دار کرامت دار مکافات و دار جزای مفجنت اخایقی یعنی
ve cennatu adnin bedelun min ukbet dari. Anta diye mev beca çi? Ulaike lehum ukbet dari. Jumara ukbay dar. İca ukbay dar. Bedeş peş ukbay dar ji? Cennatu adnin. Bu cennatu adnin. Ay o cennatu adnin. Deme bedeş peş şıma? Ukbet dari ba. Ve kuri'e böyle. Fena'me. Mesela dediye وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ فَنِعْمَ وَقُرِئَ فَنِعْمَ بِفَتْحِ النُّونِ أَطْيَقُونَ أَمَا وَالْأَصْلُ نِعْمَةٌ أَصْلُ نِعْمَةٌ شُمَا فَمَنْ كَسَرَ إِكُبْ كَسْرِ غُنْدِيَ نِعْمَةٌ غُنْدِيَ أَمَتْ فَلِنَقْلِ كَسْرَةِ الْعَيْنِ إِلَيْهَا او كسر عين فعله كسر عين فعله نعمه او مثلا عين بالزيربيه اجا ربنا كسر عين دانانوني ومن فتح اجا ايكو فتحي خندنا فقد سكن العين والعين الساكن خندنا ولم ينقل نقل لكنا فنعمه خندنا وفنعمه ايكو نعمه خندنا او كسر عين دانا نوني او كسر غندنا او ابيك فتحيش غندنا شو ديلك عين ساكن غندنا نونس نونس فتحه بيا بري فتحه بيا تسكت فتحه ويش بلي فقد سكن العين ولا من وقرئ يدخلونها على البناء المفعول يدخلون من كل باب ما قويا من ما قوتش جنا عد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب ملائكة داخل كرم سر جاءوا بنا مشهور نكو ملائكة داخل دمن ملائكة داخل كرم إيش طرف خدا دا خدا وان داخل يعني وقال ابن أبي عبلة صالحة بضم اللاميات صلح ومن صلح ومن صالحة والفتح أفصح أما ومن صلح فتح العامبة ضاء الله اعلم أن الأنصاب تدي ما بقول شيء ما هو من صلح من آباء وأزواج وزريان أو كسر كبس صلحة يعني شبابه قال وان إنسان كس باش من صلحان دي من وأزواج وبيلك وزرياتي وزرية طوانجي إجا يعني إنسانك عملك نباشت كه و هما دبين نسل آمن از انسانكي سيدن كي جمرا بحرمتيكي بكا بحرمتيكي بكا 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 بشبيغمبر راكتر به اما دي يعني بانشتا دمي جن ايجاد بيو اعلم ان الانصاب لا تنفعو اذا تجردت من الاعمال الصالحة وقتكو نسب يعني نسبا مرب مرب سيد به مرب اولاد رسول به مرب مثلا بيجا شي زاري ملابة شيخابة وسائرة وما عمل مرد جي عمل صالح روت به يقسم به فعمل صالح بدا تلمه يسوك غرابة مثل حاشا أبيا لا تنفع الصادة جبين يسبه هاني فايدة نوت أما أكو عمل صالح وأكل عزة النوح أني أكو أما يعلم 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 لنا أعلمه يا ما أعلم أبي صالحي دا زانين كو ومن صالح آبائهم سيدة آم ماما نقطة هي أبي آباء وأهلان را صالحي هاني أبي صالحي دا زانين كو أن الأنساب لا تنفع إذا تجردت من الأعمال الصالحة وصا صالحي هاني أبو أطار سيدة يعني از اشتفع عندك او شغي او نقطة ويدري قلي يانش بها والله امن اعلمي يعني او هي يعني النقطة هي اللي او كده ده مثلا سيدة الصالحة بضم اللامي والفتح افصح نقطة سر لامي سر لامي وسر ميمة تفتحة هي وسر صالحيجي تفسير كي صالحي كنت تفسير كي جد بي اعلم فيا دازانين كو دمك وقت الصالحه بوان
en sabara tüne be. Bunu kurbunu falan şu bu yani. Ezulam. Ve men salaha ve men salaha min abaim ne kud ve ev salahna. Ev salaha ve ina da ifade ki el guri min dakaki ezulam ve seydame. O evala ez ev ki teji takriri teji yani dem serseri hu şima. Teşkil gulam ve gudari ki ve men salaha min abaim yani ve men salaha abaum. Yani kubabu kale wan be salaha. Eri. İndi ev çağı. أن الأنصاب لان تنفع إذا تجار من أعمال صالحتي يعني أصلح عندنا صلح عندنا الشخصي ده أبا بابو قال نا نا ده وكرنا بمزاج وصلح أو من آبائهم بيانا منيتك تمام أصل آبائهم يعني جبابو قال وان جزواجي وان جزرياتي وان كسر كصلح عندي بين أو جد جنة تدبن أبي أدازانين دمك Babu kalu ezvacu zürriyet şartı bi evladı raharın cenneti şartı bi evek salhandına vana yani. Yani ev vakta ne salhandi ben ev babu kalu ezvacu zürriyet ev bi insanı ra naçın cenneti yani ha. Ezulam yani şey ayı cadaka ki eşte fahim de kim fakat yani beri kubda ani mişi. Şima yani debi insanı ki و عملی وی نصالح به نصادج نسبه وی فایده ناده اما عباره قرآنه دبی که باب و کال وی اهل صلاحه بین نوصد که به جنده ها ایجا اعلم ان الانصابه یعنی صلحاندنا آبا آدرنای ها ابعض از صلحاندنا وی کسی که باب و کال وی نسبه وی فایده بده ها Yani sana anladın mı? Seydayıcak gülami hücudu dikkat ki. Estağfurullah. İzzetli ve yedreune ba'sa ve nakir. Enfeku u yedreune bil hasereti filan. Ulaike lehum akbeddar. Ev kadiyan çul. Ev çul. Ev akbeddar küçüğe cennetu azmi. Yedhulunaha evi dahil bibin. Şu evi dahil bibin. İce ve men salaha min abayim. Evci dahil bibin. Ve men atfaksa. وَوَيْوَا كِلْيَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اَوْجِي دَاخِلْ بِنْ مِذَا نَكُوا وَآبَاؤُهُمْ شَرْطِ آبَائِوَانْ كُبُوَانْرَ دَاخِلْ بِبِنْ صَلَحَ هَانِ اَوْيَا دَا زَارِينَ يعني بخير اوان اولادا باب ناكشن جنتي وقتا او بابا جي صالحاندنه مجرد من ناكشن لماك شرطي آبا و ازواج و زوريتا جرك صالحاندي بن ماني ايو يوكش ها او شي بو وآباؤهم جمع أبوي أبوي كل واحد منهم أب يعني جمع أبوينا يعني ذين وباب جمع وانا فكأنه قيل من آبائهم وأمهاتهم إذا آباء يعني دبردا وكسانكي من نوع غلبة كما قويا يعني التغليبة مذكرة كده سر ما نسى عندي آباء غوتيا قلت غوتا أبوي أبوي ما يعني أبي كبابو قال يعني ديو بابي وان ديو بابي وان صالح يعني آبائي يعني أو جمع أبوين يا ها يعني أبا ديو باباي مالي سلام عليكم في موضع الحالي اليوم لأن المعنى قائلين سلام عليكم ملائكة داخل سلوان بن وجوانا دبن شه دبن قائلين سلام عليك جوانا دبن سلام سلوان بن او مسلمين ياجي اجا سلام المصدر مصدر ذكر معنى شيء بمعنى مشتق كجبنا بحال اجا يعني ام قائلين مقدر بكم اجا ام السلام مصدر ذكر مسلم معنى مسلمين دي سعين زمان بحال يعني مسلمين والسلام الوان ذكر مسلمين عليكم وحركون اي سلام الوان فإن قلت أقرت بيجي بما تعلق قوله بما صبرتم بما صبرتم متعلق بالشباية أقرت بيجي قلت هذا بيجي بمحذوف متعلق بمحذوف كباية تقديره تقديره بيبه. هذا بما صبرتم هذا بما أب أب وان تشتهاني يعني أب
جنت هاني كو مثل تلك العقبة دار وملائكتين سلام وانتكن وفيا أبي بسبب شيء هذا أبي المكافأة هاني بسبب ما صبر يعني بسبب صبري بسبب صبره يعنون هذا الثواب أبي المكافأة هاني بسبب صبركم أو ما ماي مصدر يعني بسبب صبره وصبر كذي خدا تعالى بمكافأة هاني أو ياجي بما صبرتم بدل ما او بدلا من هذا الثواب بسبب صبركم او بدلا ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه وهذه الملاذ والنعمه او بدلا ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ والنعم يعني قرش لغه بدلا وتشك وتحمل كليا جبان زوي زور لغيا في صبري و ازيت و بلاي في صبري و اذي ملجا هاني اوي سغناقاني اوي بارناقاني و اوان نعمتي هاني جواري يعني اغان هردو تفسيرا اشارت كيكو بايا لسر بايا بايا سببيتا يا بايا بدليتا يعني اغير اول بايا سببيتا معنى كي و تقيدا جبا بدليتا معنى كي مني عين يوسف خذ اشترى زينه والمعنى لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم الصاعده اجاب يعني او لئن تعبتم او يعني سانكي لا ما قسم هنا وصل سيدا بلي يعني لما يبتدي نبل لما يبتدي بجي يعني كون اجاب رعت مبن وزعمتي وازيتي الدنيا لك شامبه او اني انا جي ساعات جي دي ساعات كقوله وقوتنا الشاعر كبشن يعني أهل سبع بما صبرتم تنا بما قد أرى فيها أواني سبدانا بدنا بلى بما قد أرى فيها بلى ولا سأل الشعر جه تماما ويا نقي بلى بما قد أرى فيها يعني بسبب ما يكون مدي يعني فيقول بدل pardon سر بدلية المشي سر معنا بدلية المشي دبدل قد أرى فيها مدي دوي ألان دا دوي حمي دا ويح جيكو تقر المشكلة مدي أواني سن بدنا مدي هنكي فان حيوان وعشية خرط مدي تدا مالي باش دوما شعري نظام كوية قال كوية أرى الوحش ترعي اليوم في ساحة الحما بما قد أرى فيها أوانس بدنا بما قد أرى فيها أوانس بدنا يعني دريد بري أفراد جيه بيركي وصا أكبية نفسا بيركي خشكي دبني محافظة دا أفراد جيه وان بي أبي شيشمان بي إجا أنا evi alan ahane Kur'an akli bir bedel yani bedel wanda bir cihetçi bir cih hayvanı vahşi. Vusaf bejene. Yekulu aral vahşe ter'i fi sahatil hamma fi hazel zamani. Bedele ma kuntu ara fi al ahibbete. Fakad ara hikayetu halin madiyetin. Vakad li takribiha. Vel evanis cem'u anise vel budun cem'u badine ey seminatul beden. Yani beri komediye düvete da evi hay yani evi şişman yani mesela cariye anise cariye olsa hoşşike tayyibe kuvvete da yaşamış bu ne ana emdi binin kuçu bu ne hayvanı vahşi de bedel wanda evan yaşamış yani bima yani bedele bima kad arana yani bedele ma kad arana آد بدل کم آن آد بین ایجا بانا تا دایش میشت بله وعن لبن وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یأتی قبور الشهدای على رأس كل حول فیقول سلی هر سالی پیان سلام دها تا سر قبر شهیدا و جوان را وهاد گو السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام للسروره سلام للسروبه دبدل شدا دبدل بي صبر كرنا ودا
فَنِعْمَ عُقْمَ الدَّارِ En kanji ev cennete juvara kubeş. Rukmet dar ku cennete. فَنِعْمَ Yani cennet ule kuru kubeş. Ama burada bir masa bertum de hadis beş kıyamasına maniye ev jil mana bedeliyete. Ya tabi mana mana sebebiyet şi tedbete mana kelim yani ya. Meli. Ve yecuzu en yeta en şeyde pebeldi dua Resulullah zaten serbezeratı ne bu? السلام عليكم يا دار قبول الأوجد أو 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 هي أو هي يعني نبرد ما عرض نكو يعني السر الشهيدة يا غير الشهيدة دعاء السر منزلة فلان نبوي أو كتينها ده بدل كفاي بما صبرتم يعني أو بيا وبيا بدل يتي معنا كرم معنا معنا كرم آل سويتنا بله ويجوز أن يتعلق بسلام دبك بما صبرتم متعلق بسلام بابا إتشواد معنوي أي نسلم عليكم ونكرمكم بصبركم أن نسلم عليكم ونكرمكم بصبركم بسبب صبركم أم سلام ملائكة جوانا البجي يعني نسلم عليكم أم سلام السلوتكم ونكرمكم أم إكرام وقتكم بتشجي بصبركم بسبب صبره أو شاغي يعني تسا ما مصدرية أو بما صبرتم تكتبوا إلى مصدري ومتعلقة بسلام بلى درسام اللي بيدرى بس هوال نقرن از تشتكي فقهية كي جمع برسية از جواب برسن